ومعنا المحلل السياسي جاسم الغرابي. بداية مرحبا بك، يعني ماذا بعد لقاء ترامب بالرئيس صالح في منتدى دافوس؟ يعني كيف سيكون التعامل مع القوى الرافضة لذلك؟ تفضل. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. الحقيقة اليوم لقاء السيد رئيس الجمهورية مع السيد ترامب تشوبه الكثير من المناكفات. اليوم العراق والولايات المتحدة الأمريكية شريكان في العراق، والشراكة الأمريكية بدأت منذ 2003 بعد الإطاحة بالنظام السابق، وكانت هناك اتفاقية أطر استراتيجي تضمنت حماية الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، أجوائه واقتصاده وسلم المجتمعي، ولكن خرقت السيادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأقوى وأشد الظروف، وهذا هي بضرب القائدين العسكريين في العراق، القائد الإيراني السيد سليماني الذي هو مستشار لدى الحكومة العراقية، والسيد المهندس القائد للحشد الشعبي ومهندس النصر في العراق. فهناك وناهيك على أنه الضربة وقعت في مكان سيادي، وهو سيادة العراق في مطار دولي، مطار هو سيادة العراق، وناهيك على ضرب الألوية في الحشد الشعبي في القائم. فكان على السيد رئيس الجمهورية أن يخرج في حصيلة من هذا اللقاء مع السيد ترامب على أنه سيادة العراق خط أحمر، يمكن أن نكون شركاء مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس أن نكون تابعين، هنا دولة وهنا دولة. أما الولايات المتحدة وطيرانها المكثف في العراق وفي بغداد، هذا سيزيد من تأثير على العراق، وستكون هناك مشاكل كثيرة وخاصة في بغداد. نريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن يعرض عليها رئيس برهم صالح على أنه العراق بلد ذو سيادة، إذا أنتم لم تعطون العراق سيادة من يعطي سيادة؟ نعم، يعني أستاذ جاسم، هذا يعني جانب أخذ دوره وحيزه، لكن اللقاء بحد ذاته بعد أن يعني بعد أن أراد الكثير من الكتل السياسية عدم لقاء صالح مع ترامب، يعني ما الموقف الجديد؟ هل هناك أزمة جديدة مثلا تلوح في الأفق؟ أنا أعتقد ستكون هناك أزمة كبيرة جدا، نتيجة على أنه الجانب الأمريكي لم يقدم أي اعتذار حتى عن طريق الضربات التي وجهها للقوات المسلحة وضربة المطار. فأعتقد أن ستكون هناك مشاكل، ستكون هناك في البرلمان ستكون هناك أصوات عالية جدا، ستسبب مشاكل كبيرة للسيد برهم صالح، علما أن خطابه أيضا هم اليوم كان متوازنا نوعا ما ودبلوماسيا. سيد جاسم، يعني السيد برهم صالح أكد على سيادة العراق في خلال خطابي في منتدى دافوس، كان هناك اختراق للسيادة ذكرت من قبل الولايات المتحدة، وحتى إيران قامت باختراق سيادة الأراضي العراقية، يعني كان هناك حديث عن تجاوز السيد برهم صالح دوره كرئيس من خلال يعني لقاء بترامب، كيف ترى ذلك؟ سيدتي الفاضلة، هل فعلا تجاوز دوره؟ سيدتي الفاضلة، الرئاسات الثلاثة كل من يغني على ليلاه، الحلبوسي يتصرف وكأنه رئيس جمهورية، وعادل عبد الملك كأنه رئيس جمهورية، وبرهم صالح كأنه رئيس جمهورية، ولا توجد سيادة للعراق من نفس السلطات الثلاثة التي تكون. هو يفترض اليوم اجتماع للسلطات الثلاثة ويخرج السيد برهم صالح برؤية واضحة حتى ينقلها في هذا المؤتمر الكبير أو في لقائه مع ترامب. اليوم يتكلم مع رئيس ترامب على السيادة والسيادة وكأنه العراق مسيطر على أجوائه، ما هو العراق مخترق من تركيا ومخترق من إيران ومخترق من الولايات المتحدة الأمريكية. هو اليوم إذا لم يتلملم البيت العراقي ويكون لحمة واحدة لا نستطيع حفظ السيادة في العراق. اليوم الكتل السياسية متقاطعة متشرذمة، اليوم البيت السياسي هو الذي جاء بالعراق بهذا المستوى من الضعف، فأعتقد لا يلومون أحد، فيلومون أنفسهم السياسيين. طيب، يعني تأكيد الرئيس صالح على الشراكة مع الولايات المتحدة، يعني هل يعني هذا أن العراق لن يذهب لإخراج القوات الأجنبية من أراضيه، أم أن للكتل السياسية والأحزاب رأي آخر؟ أولا السيد رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يقول أي شيء إذا ما يرجع إلى الحكومة ويرجع إلى البرلمان. فاليوم القائد العام للقوات المسلحة هو المخول الوحيد
الذي يستطيع أن يقدر أنه العراق يحتاج إلى التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أم لا يحتاج؟ هل أن جيشنا وقواتنا المسلحة جاهزة أم غير جاهزة؟ فاليوم يستطيع القائد العام للقوات المسلحة فقط من هو الذي يقدر الوضع الأمني ويتخذ القرار السياسي في رؤية سياسية حقيقية متفق عليها بين الكتل السياسية. اليوم البرلمان صوت على إجلاء القوات الأمريكية أو حتى تخفيف القوات الأمريكية، لأنه اليوم تواجد القوات الأمريكية في العراق سيسبب ضرر للعراق، واليوم العراق لا يستقر لا هذه السنة ولا بعدها ولا بعد 10 سنوات، لأن هناك صراع إقليمي متجذر بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية انعكست واقعه في العراق. فعليهم أن يحلوا مشاكلهم خارج العراق، والسيد برهم صالح عليه أن يجتمع مع رفاقه في العراق وأن يتخذوا قرار موحد ممكن أن يأتوا برؤية موحدة لانتشال العراق من هذا الواقع. يعني يبدو في خطابك كأنك تحمل السيد فقط السيد برهم صالح المسؤولية، لكن السيد برهم صالح ذكر أنه يجب ألا نعاقب على حماية مصالحنا السيادية أو تعزيز استقلالنا العسكري، وقال أن طلب سحب القوات الأمريكية من العراق ليست علامة جحود أو عداوة. سيدتي الفاضلة، أنا أقول أن الرئاسات الثلاثة مسؤولة على كل شيء في العراق. السيد القائد العام ورئيس مجلس الوزراء هو مسؤول على رسم السياسات الخارجية. الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية بالتحدث أو التكلم نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، لأنه هو المسؤول على رسم السياسات الخارجية. اليوم كل المسؤولية يتحملها رئيس مجلس الوزراء في حالة بقاء القوات الأمريكية أو إجلاء القوات الأمريكية. اليوم هو الذي يقدر الوضع الأمني، هو الذي يقدر ماذا تحتاج القوات الأمنية في العراق. رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان خارجين عن هذه السلطة. الدستور اليوم حدد كل من صلاحياته، فصلاحيات رئيس مجلس الوزراء هي التي تحدد. اليوم إذا كان يقدر على أنه يجب أن تبقى القوات الصديقة والقوات الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي فلتبقى، وإن لم يقدر فلترحل عن العراق. فأعتقد اليوم هجمة كبيرة فللعراق، والعراق أنا أقول يحتاج إلى تواجد التحالف الدولي أنا كرأي شخصي، ولكن يجب أن يكون هناك تفاهمات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب. كيف تكون هذه التفاهمات والصراع واضح للقاصي والداني بين تلك الرئاسات والكتل السياسية والأحزاب، وإن بقت عليهم لربما يوصلون العراق إلى نهاية لا يحمد عقباها. طيب ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف التظاهرات، يعني كيف ترى المواقف الدولية تجاه العراق خاصة في ظل يعني استمرار التصعيد في الاحتجاجات؟ يعني هل تتوقع أن يحصد العراق دعما دوليا لإعادة الاستقرار إليه؟ كل العالم المتحضر يرغب في أن تكون تظاهرات ديمقراطية حرة لا تشوبها المشاكل، واليوم المتظاهرون السلميون هم يضعون على الرؤوس، فأعتقد سيحظى العراق بدعم كبير من الأمم المتحدة إذا كانت هناك مجال بالتعامل مع هذه التظاهرات وتشخيص الخارجين عن القانون ومحاسبتهم في ظل قانون عادل. وأما أن تكون مظاهرات حقيقية، اليوم المتظاهرين خارجون لتشكيل حكومة، ما ممكن أنه 4 أشهر ولحد الآن تظاهرات في الشارع ونحن منذ شهر أو أكثر من شهر ولم نحدد سياسة رئيس مجلس وزراء وحكومة، فكيف سوف تشكل حكومة لمدة سنة ونحن لحد الآن نتصارع على شخص رئيس وزراء؟ فأعتقد المتظاهرون يبقون على تظاهراتهم السلمية وعدم انجرارهم إلى الوضع الذي يسيء إلى تظاهراتهم ومطالبهم المحقة، فتكون الحكومة والسياسيون العراقيون مجبرون على احترامهم، والعالم كله في التالي سوف يحترمهم ويحترم مطالبهم المحقة. المحلل السياسي جاسم الغرابي، شكرا لك معنا. شكرا لكم.